حنا خويا حنا ضحيه نصب واحتيال. حنا واحد العمال المجموع ديالها 120 عامين من 1984، وهاد الشركه كائنه في عين السبع قائمه على داك تدير البور والاكسبور. هاد الناس كلهم ضحوا وصبرنا، ما عمرنا حسينا بشي حاجه اللي ناقصانا. جا هاد السيد هذا في ظرف 6 شهور شرى الشركه ودار كونطرا معاهم بالعمال بكل شيء، في ظرف 6 شهور بدا تتلاعب معانا. التجأنا لجميع السلطات، التجأنا لجميع المساطر اللي هي قانونيه اللي تخول لنا الدستور المغربي، ولكن في الاخير شردنا وجرى علينا. ما كاينش لا حوار ولا حتى شي حاجه، درنا القوانين ديالنا، التجأنا من عند المندوب من المندوب للعماله ما تيحضرش، التجأنا للمحكمه. اليوم الحمد لله ها المحكمه نصفاتنا بحكم اللي هو قطعي، حكم ديال 3 شهور ديال الاجور اللي هي قطعيه، ولو حنا 7 شهور وحنا معتصمين من 31 شهر 3 وحنا معتصمين. كاين اللي ما عيدش، انا بنتي ما قريتهاش، 120 عامل كلها تشردات. واش هذا هو الجزاء ديالنا؟ هذا هو الاخلاص اللي كنا تنحبوا بلادنا، تنحبوا ملكنا، تنحبوا وطننا، ولكن حنا تنلبيو النداء ديال صاحب جلال تيقول لك الاستثمار، ولكن بحال هذا النوع مخربين تيتسبوا في الاحتقال الاجتماعي وفي السلم الاجتماعي، والنتيجه هم هاد الناس كلهم شردهم. كنطالب بالحقوق ديالي، حقي اللي ضاع مني وانا خدامه فيه 37 34 سنه حشومه، عطوني رزقي، ولدي راه في السبيطار وانا جيت لهنايا كنطالب بالحق ديالي، ويخلصني في الشهور ديالي ضاعوا، عرق كتافي خلصني فيه، ما يضيعنيش فيه وضيعني في السنوات اللي ضاعت 34 عام. ما دام انه دار مسطره قوانين ودار عليها على ديك المساطير اللي سينا عليها خاصو يطبقها، ماشي يهمشنا حنا، ولينا مهمشين وضيعنا. وكنناشدوا محمد السادس، كنناشدوا من هذا المنبر باش يدافع على حقوق هاد الخدامه اللي ضاعوا.